السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا، القرعة تعود من جديد بتراب الملحقة الإدارية الثانية واللي كتشرف عليها السيدة القائدة السعدية. أكيد سيتساءل الجميع عن نوعية القرعة اللي غادي تكون واللي غادي تكون غدا ان شاء الله الاربعاء، اذ ان مجموعه من الاسر توصلوا اتصالات هاتفيه من اعوان السلطه على اساس ان عندهم القرعه غدا. للتوضيح فقط، الناس اللي غيديروا القرعه غدا ماشي اصحاب الشكايات، ماشي اصحاب الشكايات. وبالمناسبه كنتمنوا من الله الافراج على اصحاب الشكايات اللي عندهم الحق، اللي عندهم الحق يديروا القرعة ديالهم، وربما هي بشارة خير قادمة إن شاء الله. كنتمنى من الله أن الشكاية نسمعوا لهم خبيرة في أقرب وقت، ويدوزوا حتى هما من وراء هاد الناس اللي عندهم الفرصة الأخيرة اللي غادي يديروا القرعة وهما مخلصين ديجا 2 مليون تصبيق ولا مخلصين الكاش، ولكن الأغلبية غيكونوا مخلصين 2 مليون، لأن هاد الناس اللي غيديروا القرعة غدا كلهم مسحوب ليهم البون. الناس اللي غيدوزوا القرعه غدا كلهم مسحوب ليهم البون، ما فيهمش صحاب الشكايات. باش الناس اللي سمعوا القرعه غدا ما يقولوش راه صحاب الشكايات ولا شي حاجه، الناس اللي غيديروا القرعه غدا هما ناس كانوا خداو البون ديالهم بشكل عادي، ما توفقوش باش يخلصوا 2 مليون، ما كانش عندهم باش يدفعوا، ما عندهم ما يقدموا ما يوخروا، منهم اللي تسلف وتكلف، منهم اللي مشى باع شنو عنده باش يلقى ما يصبق. هذا هو اللي كاين. حنا كنتواجدوا في مدينه تمارا، والعمليه ديال اعاده ايواء قاطني دور الصفيح وترحيل ساكنه البراكه الى مدينه الصخيرات، البراكه اللي عمروا فيها لسنوات، جا الفراش ديال سكن لائق، سكن كيحفظ الكرامه، لكن كان الثمن قاصح للدرويش اللي ما عنده ما يكسب ما يعلم. كتختلف الحالات، كتختلف الامور، لكن في اي حاله من الاحوال كيبقى سكن احسن من البراكه ولا مجال للمقارنه. هنا دوار بالناصر، هنا دوار بالناصر الشمالي، وقدام دوار بالناصر الشمالي عندنا اهل الحارت. كنتمنوا من الله كذلك صحاب الشكايات في جميع الملحقات الإدارية يتم الإفراج عليهم في أقرب وقت، لأنه والله القسم راه كاين مسكين اللي مرض، كاين مسكين اللي مرض بالانتظار، كاين اللي مرض، كاين اللي كياخد دواء دابا بسبب الشكايات. الله يفرجها يا ربي. واللي كنبغي نأكد عليه ربما هو بشارة خير قادمة لأصحاب الشكايات في الأيام القليلة القادمة، وكنتمنوا من الله يديروا القرعه ديالهم مباشره ورا الناس اللي تسحب لهم البون. وكنقول الناس اللي تسحب لهم البون ودفعوا 2 مليون عندكم تبقاو جالسين، لان الا بقيتوا جالسين وما سويتوش الوضعيه مع النوطير باقي الاجراءات الماليه والقانونيه، فغيتسحب البون المره الجايه ما غيعاودش الانسان يدير عليه القرعه. فرجاء قادوا الامور ديالكم باش هكذا تفادوا اي اشكال ما بعد هذه القرعه الاخيره او الفرصه الاخيره ديال الناس اللي مسحوب لهم البون. كنهضر على الناس اللي تحيد لهم البون وخلصوا 2 مليون وداروا القرعه. ملي كتخلص 2 مليون ودير القرعه الا ما سويتيش الوضعيه القانونيه والماليه نوطير الاجراءات اللي بقات، كدوز واحد المده كيمشي لك البون، ما غاديش قرعه مازال. فكنقول لكم قادوا الامور ديالكم والله يفرج عليكم يا ربي. بنادم ماشي الخاطر، حتى واحد ما كره يسوي الوضعيه ويقاد الامور ديالو. إن شاء الله في راسكم ونتلاقاو في القرعة ديال غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.